أحبائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ ثمينة الحقيقة النهاردة عايزة أكمل معاكم قصة حنا أم صامويل الست العظيمة اللي اجتازت في موقف صعب جدا اجتاز فيه نساء كتير قبلها ونساء كتير بعدها لكن النهاردة عايزين نتعلم من مواقف حنا وردود أفعالها في الحياة اللي عاشتها وإزاي أخذت طلبتها من الرب مش بس مش بس كولد واحد لكن الرب اعطاها كمان بنين وبنات بعدها نفسي اكمل معاكم الحكايه بتاعه حنا ازاي انه حنا لما اتعرضت لموقف يمكن كتير قوي مسيده اتعرضوا له لكن رحيل مثلا زي ما شفنا المره اللي فاتت رحيل اخذت كل غضبها وغيظها على يعقوب وعلى ليئا وابتدت تقول يعقوب هبلي بنين والا انا فاموت والا فانا اموت فالنهارده عايزين نشوف حنا كان رد فعلها ايه حنا لما اتعرضت للموقف ده اخذت الرب نصيبها كتير قوي ربنا بيحرمنا يمكن ساعات مش هو عايز يحرمنا لكن بنتحط في مواقف بنجتاز في تجارب الحياه سواء قرارات احنا خدناها غلط او مواقف اتحطينا فيها او حاجات اتفرضت علينا لكن الضيق والظلم او الحاجات اللي احنا بنحس بيها ممكن تولد جوانا مشاعر سلبيه ممكن تولد جوانا يعني كميه مرار وكميه غضب ناخدها على اللي حوالينا ونبقى سبب نكد في في المناخ اللي احنا فيه في المجتمع اللي احنا فيه في الاسره اللي احنا فيها لكن ازاي ربنا عايز يشفينا مش شفاء على عثم مش شفاء يعني مسكنات لكن ازاي ربنا عايز يشفينا شفاء حقيقي ازاي ان حنا اخذت الاحتياج بتاعها عند ربنا الكتاب يقول ان حنة صلت وبكت الكتاب يقول وهي مرت النفس لما راحت في عدد سمويل الاول اصحاح واحد وبيقول فقامت حنه بعدما اكلوا في شيلو مش مثلا نكدت عليهم ولا مثلا قالت لهم انا مش عايزه اكل معاك انتوا اصلكوا مش حاسين بيا وقاعدين تحتفلوا وتاكلوا وتشربوا وتهيصوا لكن شاركتهم شركت كانت بتقعد معاهم بتاكل معاهم حتى لو قلبها في كل مرار وكابه لكن كانت قاعده تشارك الناس الفرح فرحتهم لكن يقول بعدما اكلوا قامت عن وهي مرت النفس صلت الى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت يا رب الجنود ان اذا ان نظرت نظرا الى مذله امتك وذكرتني ولم تنس امتك بل اعطيت امتك زرع بشر فاني اعطيه للرب كل ايام حياته ولا يعلو موسى راسه. حلو قوي ان حنا جت للرب جه عرفت مربض الفرس زي ما بيقولوا عرفت منين تلاقي طلبها مش عند الناس مش عند الانسان اللي الله خلاص عنده لكن عند الرب بس الحلو في حنا قوي انها لما صلت وبكت لكن كمان كان غرضها من الطلبه اللي طلبتها يا رب انا عايزه الطلبه دي تكون ليك انت أنا عايزة ربي لما أنت تكرمني وتديني زرع بشر مش عشان أفتخر إن أنا أم فلان الفلاني ولا أخليه أعظم مثلا وظيفة ولا الولد ده هيسندني في شيخوختي ولا الولد ده هيكون هو بقى اعتمادي ورأسمالي يمكن كان بتسمع من فناننا ساعات إن أنتِ هتعيشي وتموتي لوحدك إن أنتِ محدش هيسأل فيكي لما تكبري إن أنتِ يعني زي ما إبراهيم فكر قال أنا ماضي من غير نسل من غير وريث لكن حنا قالت رب حتى لما تديهولي انا هديهولك انت انا عايزه الحاجه اللي تحطها في حياتي تكون لمجدك كتير قوي بنطلب حاجات لنفسنا سبحانه وتعالى قال تطلبون ولستم تاخذون لانكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في شهواتكم فكرت مره قلت يا رب لما انت بتعمل معانا معجزات كتير قوي مثلا افكر اقول يا رب مثلا اشفيني طب لما انا اشفيك هتعمل ايه بالجسد ده هتعمل ايه بالصحه اللي انا اديتها لك هتعمل ايه بالعطيه اللي انا اديتها لك يا رب اديني فلوس يا رب اديني شغل يا رب اديني امكانيات هتعمل بيها ايه هتعمل بيها ايه هل بنطلب علشان ناخد عشان نمتلك عشان احنا عشان احنا تبقى احتياجاتنا مسدده ولا بنقول يا رب اللي انت هتديه ده انا دي عاريه لك حنا كانت ذكيه حنا كانت عارفه الرب انه صالح إنه الى الابد رحمته إن إلهها اللي هي بتعوده من سنة لسنة يعني مش مثلا كانت بتتقمص ولا كانت تقعد في البيت حزينة ولا كانت تطلع ترفض إنها تطلع الهيكل مع جوزها الكتاب لك بتصعد مع ألقانا زوجها كل سنة إلى بيت الرب يذبحوا ويحتفلوا بالرب لكن حنا حتى في, في وسط مرارها ما عرفت وكانت ذكية إنها مش ساعات لما بنحط في مواقف بنجري من الرب بنهرب من الرب بنبتدي نشتكي على الرب الرب أنت لو كنت بتحبني كنت اديتني أولاد أنت لو كنت بتحبني كنت اديتني فلانة اللي أنا كنت عايزة أتجوز لو أنت كنت بتحبني كنت سفرتني البلد الفلانية لو أنت كنت بتحبني كنت شغلتني شغلانة الفلانية ودايما حاطين ربنا في قفص الاتهام وبنوجه له كل الاتهامات لكن حنا هنا تقول له رب بص انا العطيلة اللي انت تديها لي دي انا عايزاها ليك انت الولد اللي هتديه لي رب انا هديه لك انت هيكون نذير ليك هيكون عاريه لك اسال نفسك النهارده واسالي نفسك لما بتطلب حاجه من ربنا بيبقى غرضك منها ايه بيبقى غرضك منها يا رب انا عايز صحه وعايز مال وعايز عيالي يكونوا كويسين وعايز ابقى ناجح في شغلي وعايز ابقى عندي امكانيات علشان انا اتس اول اباوت مي انا اللي في مركز الدايره انا اللي في مركز الاهتمام ولا انت يا رب انا هديهولك انت علشان مجدك لكن كمان حنا لما قالت كده قالت يا رب انا هديهولك انا هديهولك لا يعلو موسى راسه يا رب الولد ده انا هربيه في خوف اسمك الولد ده انا هخليه نذير مش مش زي بقيه الولاد مش زي بقيه الناس لكن هربيه لمجدك انت ولما صلت الصلاه دي حنا عملت ايه بعد لما عالي كان فكرها ان هي سكرانه وقال لها انزعي خمرك عنك قالت له لا انا مش امراه قالت له لا يا سيدي اني امراه حزينه الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا بل اسكب نفسي امام الرب حلو ان احنا نسكب نفسنا قدام ربنا حلو ان انا اقول يا رب انا كل حاجه فيا طالبه رضاك طالبه مجدك طالبه ان انت تكون في حياتي ان حتى زرع البشر اللي تديهولي ده هيكون ليك بس لما عالي قال لها اذهبي قال لها علي وقال لها اذهبي بسلام واله اسرائيل يعطيك سؤلك الذي سالته من لدنه فقالت لتجد جاريتك نعمه في عينيك احلى حته بقى ثم مضت المراه في طريقها واكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا حنا كانت بتعرف تخش عرش الرب عرش النعمه حنا كانت بتعرف تصلي لربنا وتطلع وهي فعلا واخده استجابه وهي فعلا محققه غرضها يمكن كان بقالها سنين بتصلي يمكن كان بقالها سنين بتتضرع قدام وجه رب يمكن كان بقالها سنين بتطلب نفس الطلبه لكن لما اخذت استجابه من ربنا وعلي قال لها ربنا هيديك السؤال اللي انت سألتي منه لما عندها ايمان بقى عندها ايمان انها تاخد الطلبه دي من ربنا كتاب يقول انها أك... خلاص قامت ما بقاش وجهها مغيرا مش بنخش المخدع الصلاه ونطلع زي ما احنا مش بنخش ونخرج زي ما احنا بنبقى شايلين همنا جوه ونقول رب ونتكلم لنفسنا نتكلم لنفسنا ونرثي لحالنا ونفضل نقلب مواجع نفسنا ونعيط ونسكب شكوانا احنا مش بنسكبها قدام ربنا لكن ساعات بنسكبها قدام نفسنا وابتدي الشيطان يغذي فينا مشاعر سلبيه ويغذي فينا الرثاء على النفس ويغذي فينا ان احنا عمرنا ربنا مش بيحبنا ربنا مش بيستجيب لصلواتنا ربنا مش بيدينا اللي احنا عايزينه لكن نفسي النهارده تعرف مين إلهك تعرف مين إلهك مهم قوي أنك لما تخش لربنا تبص في وشه تبص في عينيه تقول رب أنا داخل محضرك أنت أنت في محضرك بيهرب الحزن والتنهد أنت ما فيكش غير كل مواعيدك فيك النعم وفيك الأمين حنا لما صلت وطلعت إنسانة تانية خالص إنسانة وجهها لم يكن بعد مغيرا بقيت عارفة أن سؤالها اللي سألته من الرب استجاب ليها. احب اكمل معاكم موضوع حنا بعد فاصل قصير، خليكم معايا.

المشاهدين اهلا بكم مره تانية في برنامج لقلق ثمينه علشان نشوف حنا الست العظيمه اللي ربنا استجاب لطلبتها طلبتها ومش بس اداها بحسب سؤال قلبها لكن كمان اداها بنين وبنات آه كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ازاي حنا كانت رد فعلها مع ضرتها فننا ازاي لما كانت بتغيظها وازاي ان هي حتى ما سالتش من جوزها اللي هو كان مفروض انه يسدد احتياجاتها كتير قوي بنفتكر انه جوزي او مراتي او الناس اللي ربنا حطهم في حياته بس ساعات بنحمل بعض احمال اكن هو اللي مفروض عليه يدلها اولاد او مفروض عليه يسدد احتياجاتها لكن لازم نعرف ان الاحتياج الحقيقي اللي جوانا احتياج عميق ما فيش حد انسان مهما كان يقدر يسدده، حنا كانت ذكيه، حنا عرفت ان الوحيد اللي هو يقدر يعمل لها كل حاجه هو ربنا عشان كده حنا كانها كانت بتقول نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجو حنا اخذت كل شكوتها كل مرارها كل الحاجات اللي كانت حاسه بيها ودخلت بيها عند ربنا وسكبت نفسها قدام ربنا لكن احلى حاجه في حنا مش بس انها كانت عايزه الولد ده لمجد ربنا يقول رب عاريه ليك لكن يوم لما ربنا استجب لها عرفت تمجد ربنا رجعت تخبر عالي الكتاب يقول في عدد 19 لما بكروا آه سوري في عدد 20 يقولوا كان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة لأني من الرب سألته كثير قوي ربنا بيعمل معانا حاجات يمكن بعد مدة طويلة نكون صلينا صلوات مثلا من سنين وبعد كده لما ربنا يستجيب ننسى إحنا طلبناها من ربنا ننسى ان دي استجابه صلاه كتير بنفتكر الحاجات دي انها صدفه في حياتنا او الحاجات دي ان احنا تعبنا وذاكرنا او اشتغلنا بننسى ان الرب هو اللي بيعطينا القدره لاصطناع الثروه ساعات بنبيع الحاجات ربنا بيبقى هو بيستجيبها لينا لكن احنا ناخد الفضل لنفسنا او ننسى او نتناسى ان ربنا عمل معانا كده زي العشرة البورس اللي طهروا ورب يسوع قال فين التسعة التانيين في واحد بس اللي رجع يشكر واحد بس اللي رجع يعترف ان ده ربنا عمل معاه معروف النهارده اسال نفسك كثير ربنا بيعمل معاك حاجات استجابة صلاة لكن بتنسى ترجع تشكر ربنا بتنسى تعترف لربنا أن أنت رب اللي عملت معايا كده سميته صموئيل لأني من الرب سألته كمان بعد كده رجعت تقول لعالي بعد لما فطمت الولد وكانت بتعمله يعني اه الأول بعد كده سنة ممكن ما راحتش معاهم اورشليم ال عشان يسجدوا لكن رجعت تقول لعالي أنا المرأة اللي وقفت لديك هنا تصلي الى رب الكلام ده نلاقيه في عدد 26 لاجل هذا الصبي صليت فاعطاني الرب سؤلي الذي سالته من لدنه رجعت حنا تقول لعالي فاكر لما انت انا صليت وانت قلت لي ربنا هيديك سؤل قلبك انا جاي اقول لك ان هو ده الولد اللي ربنا ادهولي هو ده الولد بس انا كمان مش اخدت ورجعت في كلامي مش اخذت مش ندرت ندر ورجعت فيه ساعات كتير بنعمل كده يا رب لو انت عملت معايا كده انا هعيش لك بجد وهخدمك بصحيح وهكون لي كل ايام عمري وربنا يدينا اللي احنا عايزينه ونرجع ننسى ونرجع نتخاذل ان احنا نحقق فعلا الوعود اللي احنا وعدنا بيها الرب لكن حنا كانت انسانه وفيه كانت انسانه عظيمه كانت انسانه فعلا بتعرف تقدر معروف الرب معاها وتقولوا ايه بقى وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته هو عارية للرب النهاردة ربنا لما يديك أولاد هل أنت بتحب أولادك أكتر من ربنا؟ هل بتحس أن أولادك دول ملكك؟ العزوة اللي بتستند عليها الحاجة اللي انت عايز تحقق نفسك فيها الحاجة اللي عايز تحقق أحلامك فيها ولا الواد دول بتقبلهم عطية من الرب وعارية للرب ربنا بيستودع اولادنا بين ايدينا مش عشان نمتلكهم، مش عشان نحقق مشاريعنا فيهم، مش عشان نربيهم بحسب مزاجنا ونلاقي اللي احنا اتحرمنا منه فيهم. كتير قوي اهالي بيبتدوا يربوا اولادهم بالمنطلق ده، بان انا عايز اللي انا اتحرمت منه اشوفه في عيالي، اللي انا ما نجحتش فيه عيالي ينجحوا فيه. عيالنا مش محطوطين علشان يبقوا مصب احلامنا المحطمه ولا املنا اللي ما جاتش. لكن عيالنا دول امانه ربنا ادهم لنا عشان نربيهم للرب عشان نقول رب الولاد دول عاريه لك مش عشان نتعلق بيهم اكتر من الرب ولا عشان محبتنا ليهم تغطي على محبه الرب كتاب قال من احب ابا او اما اما او اخا او اختا او اخوات أكثر مني فلا يستحقني، ربنا عايزك تحب عيالك بس المحبة الصح، عايز تحب عيالك وترعاهم وت... وتديلهم احتياجاتهم لكن تعرف من الأول إن دول عارية للرب، إن الولاد دول أمانة، ربنا حاطهم في إيديك لكن هم بتوع الرب وللرب. أم سمويل اللي ك... آه موسى أنا آسفة أم موسى اللي كانت بترضعه لإبنة فرعون كانت أمه الحقيقية لكن كب... كمان ربنا ادها أجرة على إنها ترضع موسى ابنها ده المفهوم اللي احنا لازم نكون عايشين بيه يا رب انا انا بربي عيالي بردعهم ببشرهم بكبرهم بهذبهم في طريقك بس دول اساسا بتوعك انت دول اساسا ليك انت مش محبه اولادي تخليني ان انا تطغي على محبه ربنا في حياتي تطغي على انه ما يكونوا اولويه يكون ربنا عايز هو يكون الاول الرب كان في حياه حنا هو الاول ما لقيتش الحب عند جوزها كفايه مع إنه كان بيحبها لكن محبة محدودة محبة قاصرة لكن الرب يتقال عنه هوذا لم تقصر يد الرب عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، الرب هو اللي حاسس بيك، هو اللي عارف احتياجك، هو اللي عارف أنت محتاج إيه، بس ربنا مش عايز يحرمك من حاجة، ربنا عايزك تختاره هو الأول، لما الكتاب يقول عن مريم اختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، حنة كمان اختارت النصيب الصالح، مع إن كان عندها زوج بيحبها، لكن محبة زوجها ليها ما كانتش كل هدف في حياتها، حبت الرب اكتر، شاكت شكواها للرب، ما راحتش طلعت همها وغلبها والمراره بتاعتها على جوزها او على ضرتها، لكن بالعكس كانت بتروح للرب اولا، لما أخذت طلبتها من الرب قالت لرب انا عايزاها لمجدك عشان انت الولد ده يكون ليك، انا عايزه اربي أخ... الولد ده في خوف اسمك، لما استجابت الرب استجاب صلاتها رجعت وتخبر بكم صنع بها الرب ورحمها رب يسوع كان دايما يقول مع ناس كتير عمل معاهم معجزات يقولوا اذهب وخبر بكم صنع رب بك ورحمك حنا رجعت تصلي رجعت تصلي وتشكر وتسبح ربنا في صلاة حنا في صحة اثنين تقول صلت حنا فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهجت بخلاصك الشباع كذا بيقول ان الشباع اجروا انفسهم بالخبز والجياع كفوا حتى ان العاقر ولدت سبعة لكنها كانت بتتنبأ على حياتها بالبركة بالإثمار هي عارفة نفسها أنها بحسب المنظور عاقر بحسب الخبرة البشرية عاقر ما كانت معجزة أنها تجيب ولد واحد دلوقتي بتتنبأ على حياتها بالإثمار سبعة عدد الكمال يا ربنا عارفة أن أنت اديتني أول فاتح رحم أول ذكر فاتح رحم ده مكتوب أنه يبقى قدس ليك يبقى بتاعك أنت إنك كانت تديني سبعة غيره هتديني بنين وبنات غيره ده, ده اللي ربنا عايز شوف فينا، عايز اشوف ناس فرحانه بالهها، ناس بتعلي ربنا فوق الظروف، ناس بتعلي ربنا فوق الضغوط، ما تبقاش عايش في المشكله وفي الضغط ومالي حياتك انت وحياه اللي حواليك مرار، لكن ربنا عايز يملا حياتك بالفرح، يملأ قلبك بالبهجه، يملى فمك بالتسبيح والترنيم، صدقني انت لو كنت حتى في اشد الاوضاع حزن او كابه او احتياج او عوز او ظلم ربنا يقدر يحول المراره اللي في حياتك لتعزيات لفرح مكتوب طوبه لاناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم الناس دول تعمل ايه؟ عابرين في وادي البكا يصيرونه ينبوعا مع ان الوادي بكا مع ان العيشه مرار مع ان الضغط شديد مع ان التعيير والغيظ والظلم من ضرتها كان شديد لكن حنا عرفت تخرج من الحتة الصح عرفت تروح المكان الصح عشان تاخد نصرتها عشان تاخد قوتها عشان تاخد فرحها مش من ناس لكن من الرب رب النهاردة بيقول لك أنا كل حاجة في حياتك أنت ممكن تاخدها للموت وممكن تاخدها للحياة الكتاب بيقول جعلت أمامك الحياة والموت البركة واللعنة اختار الحياة لكي تحيا ربنا مش ممكن يسيبنا في نفس الموقف اللي احنا فيه مفيش حاجة أخرتها وحشة أخرتها الموت لكن أخرة أيوب لما الرب, رب رب جربه وعمل سمح أن إبليس يجربوا في كل التجارب دي لكن رب بارك أخرة أيوب مضاعفة كان أضعاف اللي رب باركه أيوب أكتر من أوله ونهاردة رب يبص على حياتك بيقول لك ما تبصش على حياتك كسناب شوت كمنظر واحد حياتك زي فيديو كبير زي حاجات كتير ربنا شايف الآخر قبل الأول شايف الأخير من البداية ربنا شايف حياتك وعنده خطة عظيمة ليك ما تبصش على الموقف اللي انت فيه وتحت رجليك وتبتدي الشيطان يغذيك بأفكار سلبية بأفكار مأساوية لكن تعالى رب النهاردة يا رب أنا بحط حياتي بين ايديك رب انا نفسي انك تعرفني ابص من الزاويه الصح نفسي يا رب ابتدي زي اللؤلؤه دي افرز عصاره حياتك وروحك وعملك فيا على الموقف المؤلم الموقف الجارح وابتدي اخد نصرتي مش من الناس لكن منك انت ولما اصلي واندر ندر توفي للرب يمكن دلوقتي احنا ما عندناش ندور بالمعنى اللي في العهد القديم لكن قدام لما تقول حاجة ربنا خليك وفي معاه ربنا بيعد وبيفي كتاب يقول ان الله ليس انسان فيكذب ولا ابن ادم فيندم هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي الرب رب اله امانه لا جور فيه لا يقدر ان ينكر نفسه عشان كده ربنا بيقول لك النهارده لو جيت وصدقت وحطيت حياتك بين ايديا ربنا هيصنع بيك انسان عظيم وهيصنع بيك انسانه لؤلؤه مرأة فاضله ثمنها يفوق اللآلئ النهارده ربنا عايز يقول لك ان انا اللي عندي كل احتياجاتك تعال النهارده زي حنا تعال قول له رب انا عايز اكون انسان مبارك اكون انسان مثمر بس مش مثمر ومبارك ومشفي ومسدد الاحتياج عشان انفقها في شهواتي لكن عشان اعملها ليك انت تيجي تصلي معايا النهارده يا رب أنا بشكرك يا رب أنا بعظمك لأن أنت ليك أفكار عظيمة من نحو حياتي ليك يا رب خطة عظيمة لعمري ليك خطة يا رب رائعة عايز تعمل بي أمور عظيمة حتى رب الأمور اللي أنا شايفها دلوقتي للحزن يحسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة في تجارب بنمر بيها كلنا لأن طول ما احنا عايشين في العالم في ألام في تجارب في حاجات نقصانة في حاجات مؤلمة لحياتنا لكن ربنا عايز يقول لك النهاردة مش ده آخر المشوار مش ده آخرة المطاف تعال النهاردة زي حنا أسكب شكواك قدام ربنا قابل غيرك بالحب ما تخليش الانسان الناس اللي حواليك اللي بيغزوك اللي بيفتروا عليك اللي بيتهموك ظلم تكون انت قدامك المشاعر دي تكون مشاعرك سلبيه ومرار لكن تعالى قول يا رب انا عايز علمني احب اعدائي علمني اقابل الاساءه بالتسامح باللطف بالوداعه بالمحبه خلي رب يسوع هو يكون مثلك الاعلى خلي رب يسوع هو يكون المثال اللي في حياتك اللي انت تقتدي بيه خلي رب يفحص دوافعك كيف يفحص دواخلك يعني مش مش بس الامور اللي بنعملها هي اللي ربنا بي بيشوفها لكن ردود افعال قلوبنا ال ال الدوافع بتاعتنا الافكار اللي احنا بنفكر بيها ال المشاعر اللي بنحسها الحاجات دي ربنا عايز يشوفها فينا نكون احنا فعلا ب بيفرج علينا الناس وال ملائكة الكتاب لما قال يرى الناس أعمالكم الحسنة يعملوا إيه يمجدوا أباكم الذي في السماوات بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير ربنا عايز شوف حياتك مثمرة عايز شوف فيك إثمار ما تقوليش أن أنا عاقر وأن أنا مش, مش, بقى. مش بجيب ثمر لا ربنا عايز يشوف فيك إثمار وفيك إثمار مش بس إثمار نسل جسدي مش بس إثمار العيال تربيهم النهارده لكن عايز يكون ليك اولاد روحيين، عايز يكون ليك نسل للبركه، رب يسوع قالها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله، ربنا عايز يدخش بايديه مليانه، هو مات على الصليب علشان الاف وملايين من البشر يعرفوه ويخش بيهم للاب ودول ده ثمر ده ثمر موتي على الصليب ده ثمر الحبة الحنطة اللي وقعت في الأرض وماتت عشان كده جت بثمر عشان كده رب النهاردة ما توقع من حياتك ثمر ما توقع من حياتك إثمار مش بس نسل أرضي لكن نسل روحي تكون سبب بركة لحياة كثيرين من حولك في الشغل في العيلة في الأصدقاء في المعارف في المجتمع اللي انت عايش فيه ربنا يثمر بيك ثلاثون وستون ومائة بتمنى ان الحلقه دي تكون فعلا خلتنا نبص لحياتنا وظروفنا من منطلق تاني نحط حياتنا في عرش ربنا وتكون طلبتنا مش عشان نفسنا لكن نقول يا رب طلبتنا لمجدك هدفنا رضاك انت رب كل حاجه فينا انت انت نصيبنا الصالح انت رب اللي عايزين نشبعك ونسرك بتمنى ان الحلقه دي فعلا تكون سبب بركه لكل واحد بيسمعني والتقي معاكم في حلقه جديده الى اللقاء ورب يبارككم